باستثمار يقدر بتسعة مليارات دينار جزائري وفترة زمنية لا تتعدى العامين، تمكن القائمون على مؤسسة كالغاز من ولوج ميدان إنتاج وتسويق الغازات الطبية والصناعية، بما يعزز التنافسية ووفرة مواد كالأكسجين الطبي والآزوت بالنقاوة العالية والكميات المطلوبة في السوق الجزائرية. مؤسسة كالغاز تنشط في صناعة الغاز الصناعي، غاز الأزوت والأكسجين. انطلقت في النشاط في ماي 2019 وساهمت بشكل مهم وفعال في تدعيم الكثير من المستشفيات، وخاصة في ظل الجائحة كوفيد-19، وتعتبر هذه المؤسسة أحد النماذج الناجحة والمؤسسات المهيكلة التي دخلت في عملية الإنتاج من بين 30 مؤسسة أخرى دخلت في عملية الإنتاج منذ انطلاق عملية الاستثمار في الولاية من 2011 إلى يومنا هذا. التزاماتنا في إنتاج الأكسجين محددة ب 99.5% من النقاوة، وحاليا نحن ننتج أكسجين طبي بدرجة نقاوة تقدر ب 99.9%. يتم مراقبة الأكسجين الطبي على أربع مستويات. مثل كل دواء يتم أولا مراقبة المادة الأولية نتاعو اللي هو الهواء. هذا المصنع نشأ في منطقة خالية من التلوث، درنا تحليل وصبنا باللي الهواء تاع الأكسجين لهذه المنطقة خالي تماما من التلوث. بعدها يتم مراقبة تاع نفس المنتوج خلال الإنتاج، المنتوج النهائي، وبعدها يتم استخراج السيرتيفيكا داناليز، معناتها نتائج التحليل اللي هي تثبت لنا لا كونفورميتي نتاع البرودوي. التحقت بشركة كالغاز في أكتوبر 2018. فور التحاقي تلقيت دورات تكوينية من خبراء أجانب إيطاليين وفرنسيين فيما يخص عملية إنتاج غاز الأكسجين والأزوت، وفيما يخص أيضا عملية تصفية المياه الموجهة لتبريد المصنع. التحويل التكنولوجي والمراهنة على الكفاءة المحلية مكنت هذه المؤسسة الفتية من ولوج مجال التصدير،